استخدام الأنظمة المقتصدة للمياه لسقي الأشجار المثمرة توجه جسد بعدة مناطق فلاحية بالولاية، غير أن المصالح الفلاحية تسجل تراجعاً في استخدام هذه التقنيات في السقي بمساحات كبيرة من الأشجار المثمرة بمحيط ميناء. الباشيليف هذا يعني لو طو دافونسمون بالسقي بالتقطير فيما يخص الأشجار المثمرة رانا في نسبة لبس بها. أما بالنسبة للميناء وين الدولة رانا دعمنا الفلاحين بحفر الآبار باش يقدروا يديروا، نزيدوا نعاونوهم باش يديروا دي باسان داكيميلاسيون يعني أحواض مائية. وبالنسبة لولاية غليزان بصفة عامة احنا رانا في نسبة متفاوتة على الأقل تقريبا نتجاوزوا 58% اللي رانا نستعملوا التقنيات الحديثة. في إطار حملة السقي لسنة 2022 استفاد محيط ميناء من حصة من مياه تقدر ب 21 مليون متر مكعب. استفاد كل فلاحين المسجلين لدى الديوان من حصتهم المياه. الغرفة الفلاحية للولاية أكدت استفادة عدة فلاحين من الدعم الذي خصصته الدولة لاقتناء عدد السقي وحفر الآبار. وهنا مع الفلاح أنه يتقدم على مستوى المديرية بعد ما ياخذ الوثائق تاعو من الغرفة الفلاحية وفيها الدعم يوصل إلى حوالي 50%. الفلاحين مؤخرا استفادوا من دعم حفر الآبار حوالي 80 بئر، هذه فعليا تدخل في دعم الوزارة أو الحكومة في مرافقة إخواننا الفلاحين. تراجع التساقطات المطرية من موسم لآخر يتطلب على الفلاح اتباع الطرق الحديثة في السقي للمحافظة على الثروة المائية والرفع من الإنتاج الفلاحي.